بيداز كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ اليوم جيت للدي ام بغيت نشارك معكم شي حويجات كناخذها منهم، وقلت ضروري ضروري انني نجيبكم معايا وندير لكم فيديو ونصحكم باشهر تاع البنات. هاد البلاصه كتعجبني، المهم بلاصه ديودورانتي هادي اللي خديت في ايديا ديال بالي، راه فيها الريحه ديال لافيبيل خطيره بصح، كتبقى 24 ساعه وفيها الريحه زوينه زوينه بزاف، والثمن جد جد مناسب. يعني ما غالياش، دايره شي اورو 59. فيها الريحه ديال لافيبيل، الاخرى البنات الذهبيه فيها الريحه ديال كلوي بحالها، وكاينه واحده اخرى في الموف ما كايناش ما لقيتهاش دابا حتى هي، فيها الريحه ديال اليان خطيره. انتم راني كنت غاده وانا نعاود خديتها ضروري. هنا درت البنات البلايص ديال الروايح، عندهم الروايح زوينين، كاين لي مارك وكاينين اللي رخاص في الثمن، المهم زوينين الروايح ديالهم، ما عندي ما نقول. هنا لي برودوي ديالهم البنات، حتى هما عندهم لي برودوي زوينين، اي حاجه اللي بغيتيها كتلقايها وبالثمن المناسب. ولكن انا اصلا جيت باش نشارك معاكم واحد لاغام اللي كاينه. المهم هذا البنات اللي كيحافظوا على الشعر، يعني فاش كتبغي ديري السوشوار ولا شي حاجه اللي كترشي على شعرك، هادو حتى هما مجرباهم زوينين، وكنت ديت منهم حتى المغرب، كيحافظوا لك على الشعر ديالك. هنايا البنات حاطين هادشي ديال الشمس، راكم عارفين دابا حنايا راه في الصيف، الانسان ضروري خاصو الا كان خارج يدير كريمه ديال الشمس. البنات راكم عارفين الصيف راه كيكون الجو هذا، وكاين حتى ديال البحر كريمات يعني اللي كديروهم باش تبرونزاو. هنايا البنات لا مارك ديال باليه حتى هي، راه كاينين هنايا بزاف ديال لي برودوي ديالها. كاين هاد البيلينغ البنات، ها هو دابا غنهزو فيديا حيت راني كنتاكد حيت هما كاينين جوج الكبيدات. المهم بغيت نهضر لكم على هاد لامارك، عرفتوا هاد لامارك راه زوينه زوينه، البديل ديالها البنات البديل ديال دي اورديناري اللي كتباع في سيفورا، كاين ديال الكولاجين، كاين ديال الكافيين، كاين كلشي البنات، كاين ديال داك البيلينغ كاملين. هي هاد لامارك البنات كل وحده كتلقاوها البديل ديال الاخر. كاينه هذه ديال الفيتامين تشي، الفيتامين سي البنات، المهم والثمن ناقص على الاخرين. الاخرين دايرين تقريبا يمكن 9 اورو 10 اورو يمكن 11 اورو، هنا فين كيتراوح الثمن ديالهم، ولكن هادو البديل ديالهم وما فيهمش المواد الكيميائيه. المهم البنات هذه خطيره خطيره، خاصكم تجربوهم البنات، والثمن جد جد مناسب، وبزاف ديال الناس اللي جربوهم. انايا باقي ما خديتش منهم، ولكن عندي صحاباتي اللي داروهم وقالوا لي شوفي بلاصه ما تبقاي تاخدي من تما، خو من سيفورا خدي من الدي ام راه زوينين. المهم هاد لا ماركة البنات بالضبط راه خطيره وزوينه بزاف. المهم انا كنشارك معاكم اللي بغى لو كابسول ديال الفيتامين سي، ماسكات هادو ديال تحت العينين عندهم داكشي زوينه البنات غزال، وكاين هذا ديال البيلينغ تمشي للدار ونشرحو لكم. المهم كاين هنايا السكراب، كاين يعني كاينين بزاف ديال الحوايج وباثمنه اللي ناقصين. اشنو اخر كنت بغيت نوريكم واحد كنستعملو زوين البنات، ما واحد الفيتامين سي ديال باليه البنات خطير. هاد لاغام البنات ديال هاد لاغام بالضبط ديال الفيتامين سي، واللي بغات شي حاجه من هنايا تا المهم عندهم داكشي زوين البنات. كاين حتى لي مارك غاني لوريال، هاد الماورد البنات زوين كيعجبني حتى هو، كنستعملو فاش كيتقاد عليا ديال المغرب. عندكم هذا البنات هاد سينيال ديال التبييض خطير، جربته
وكنغسل به خطيره البنات. راه دايرين لي هو داير 4 اورو 69 كرو 5 اورو دايرين لي 3 اورو 79 مهم. وهنايا اللي باغي يدير تشريط البنات لاسيغ حاطين هنايا هذا حاطين هنايا لي برودوي ديالها اللي باغي يدير لاسيغ واللي باغي غير يدير كريمه. هانتوما الاثمنه المهم كاين الانواع والاشكال البنات. وهنا بغيت نشارك معكم واحد الكريمه ديال رجلينا البنات كانت عندي يمكن هي هذه هي هذه اللي كنت كنستعمل زوينه واصلا انا جاي قلت لكم البنات واصلا انا جايه باغا ناخذ الطاطو ديال الحجبان اللي كنستعمل وقلت علاش لا نشارك معاكم. هنا البنات كاينين الماسكات هاد الماسكات زوينين هادو زوينين هادو كناخذهم مش هادو الماسكات ديالهم زوينين البنات صافي. كاينين هنا لي برودوي ديال لوريال ديال الميك اب البنات ولكن هنا ما عرفتش نقدر نلقاه نقدر ما نلقاش. ها نتوما الطاطو اللي كتسولوني ديما اللي كندير الحجباني كندير هذا ولكن اللون كيتغير انا ماشي هاد اللون البنات هذا راه ميديوم براون انا ما كنديرش كندير شوكولا براون ما كاينش دابا. وهذا البنات هادو زوينين ديالهم هاد لي كلوز ديالهم زوينين عندكم هادو حتى هما راه غنيين على التعريف. هادو البنات راه كيبقاو 24 ساعه ما كيبغيوش يتحيدوا. الثمن ديالهم 11 اورو 99 الثمن ديال هاد لي كلوز 13 اورو 90 و الطاطو اللي كندير الصراحه كل خطره كيزيدوا لي في الثمن كندير غير شي 9 اورو شي شويه 11 اورو دابا راه داير 14 اورو 90 الشيء الاخر ديال الميك اب البنات انا ما كنستعملوش حيت ما عنديش معاه بزاف. كاينين هنايا دايرين ديبورا اشنو اخر. المهم انا غاده وشاده معاكم كاينين هنايا لي شامبوان البنات و هذا كنت كنستعملو ولكن كنت كنستعمل الموف ديال الكيراتين حتى هو زوين كي مبقاش كيوافقني الشامبوان والديميلور ديالو. هذا استعملته البنات باقي عندي في الدار ولكن ما فيش البارابين ما فيش السيليكون ما فيش بزاف د الحوايج ولكن شعري انايا ما توافقوش ليا. يقدر انسان اخر يوافقو يمكن حيت انا دايره لي ماج وهذا واللي كنغسل به شعر البنات لاغام اللي كنغسل بها شعري اللي لقيت فيها راحتي هي فينايا هاد لاغام ولكن ماشي هادو هادي ريجينا هذا البنات اللي فيها الكولاجين هذه هي اللي كنستعمل كناخذ هذه كناخذ هذا الشامبوان ب 5 اورو 99 وكناخذ ليه هذا ديالو حتى هو الكريمه ديالو وفيها في نفس الوقت السيروم 3 اورو 49. هاد لاغام متبعها زوينه وكاين واحد الشامبوان اخر ديال باليا البنات خطير جربته هذا هاد الشامبوان البنات خطير بزاف كيعالج الزغبه كيحافظ عليها وكلشي. هذا راه كتستعملو اختي خطير وجابتو ليا استعملتو انايا عجبني غير انا صافي مول الفلاخر كاين هذا وكاين حتى
بالكريمه ديالو يمكن هذا البلسامو ديالو البنات. هاد لاكام راه خطيره. المهم انا لا شاده معكم كل شيء، ما باغا نحيد والو. دازت واحد الدريه مسكينه مغربيه يوم ماما انت شفت وجهي انا وقالت لا 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 دوزي الدريه كتصور. المهم هاد لي ماركت نتوما عارفينهم. او الصباغه ديال الشعر البنات اللي زوينه اللي كناخذها ديما وزوينه زوينه زوينه بزاف تستعملوها هي هادي سانسا امونياكا البنات، ما فيهاش لامونياكا، كتخلي لك الشعر مسرسد ما كتحرقو لك ما والو. الثمن ديالها 9 أورو 90. كناخذها ديما هذه كنصيفطها لمالي الدار كيستعملوها خطيره. او فيها وفيها الالوان ديالها ابراتش البنات. اللي بغات الفيتامينات، الفيتامينات كاينين هنا دايرين يعني الثمن اللي جد جد مناسب 89 39. كاين الفيتامين سي، كاين المغنيسيوم، كاين كلشي يعني اللي بغات شي حاجه غتلقاها هنايا. كاينين هاد لي كابسيل البنات على قبل اللي عندهم لي غاز ديال الكربون البنات، حتى هما زوينين الصراحه. الا قلت لكم فاش كنستعملهم ما تضحكوش عليا، كنديهم كندكهم مزيان كنطحنهم وكنغسل بهم سناني باش كيبانوا لي سناني بداو كيصفروا حيت كنشرب القهوه بزاف. كنبدا نغسل بهم ومن بعد كنغسل بالسينيال. خطير خطير خطير. كناخذ هذا، كناخذ هاد الكابسيل كندك وحده مزيان تندكها وكنغسل بها. انا عطيتكم الطريقه. هنا البنات راكم عارفين هادشي بلاصه التنظيف ديال الدار. هادي زوينه البنات، هادي معلقاها في الطواليط حاشاكم. هادي زوينه زوينه بزاف كتعجبني، كتخلي لك الريحه زوينه. وعندي واحدة اخرى معلقاها في الصاله، ماشي هادي، هادي الكبيره دايره غير وحده صغيره البنات، حتى هي معلقاها في الصاله زوينه كتخلي الريحه غزاله. صافي هنايا كاين هادشي ديال الكوزينه عيد ميلادات اللي بغات تصايب شي كاب كيك عيد ميلادات. دابا انا ولفت داكشي ديالي. صافي دابا كندير لكم مورال الكرام. انا بلا ما نحتاج نقول لكم لي جيلدوش لي جيلدوش، انا كل خطره واش كنستعمل، مره كنستعمل دوف، مره كنستعمل هادونيت ديال باليا، كل خطره واشنو كنستعمل. اثمنه جات مناسبه حتى هي 49 مزيانه. هنا البلاص هذا بلاص الدراري الصغار البنات، يعني لي برودوي ديالهم اللي كدوشي ليهم بيهم واللي كتستعملي واللي تمسحي. صراحه خاصني انا شي واحد من هذا نحطو، ناخذ هذا. ما عنديش الدراري الصغار البنات، بغيت ناخذو حيت بعد الخطوات كطيح لي شي حاجه على الطلاموط ولا على الحيط كنبغي نمسحها بهذا. وهنا اللي بغى الرداءات و هادشي ديال الدراري الصغار معالق. وهنا لي برودوي الصغار اللي كيكون مسافر وكيبغي يديهم معاه كيكونوا ميني